بسم الله الرحمن الرحيم. We continue on pneumonia, lung diseases. We are going to discuss the morphology of pneumonia in case of acute or organizing, chronic, fibrosis versus full resolution, habitization, يعني تكبد الرئة, red versus gray habitization, consolidation, تصلب الرئة, infiltrates on x-ray versus histopathological pictures, loss of crepitance. Okay, crepitance هاي الاسفنجية الرئة. Classifications of pneumonias. We talk about some which is community acquired pneumonia, which was typical. Typical means that bacterial. تكلمنا عن bacterial community acquired pneumonia. وأكو شنو atypical. Atypical اللي هي مثلا viral, mycoplasma إلى آخره. أكو nosocomial. هاي بالطريق كل ساعة ليست حتى نتكلم عليها. النوزوكوميال يعني المنتقلة في داخل المستشفى, من المستشفى, من مرضى المستشفى. الاسبريشن من معدة المريض نفسه, اللي الأحمر اللي تصعد يصير اسبريشن, تصعد الأحمر يعني تصعد تشفط إلى الرئة. كرونيك بطريقة مزمنة. نيكروتايزنج ابسس فورميشن خاصة يصير من الستافلوكوكال انفكشن. Pneumonia in immunocompromised host. الاتيبيكال خلصنا احنا الاتيبيكال. الاتيبيكال اللي هو viral pneumonia mainly what we call influenza virus or mycoplasma pneumonia اللي هي obligate intracellular parasite. Mycoplasma obligate intracellular parasite. It is not bacterial. Atypical pneumonia is not bacterial. Culture is not helpful. Okay. نجي للفيرال نيمونيا. الفيرال نيمونيا frequently interstitial not alveolar. هاي الالفيولاي, هاي الالفيولس, هاي الالفيولس. وبين الالفيولاي شو يصير؟ يصير النيمونيا والالتهاب. الفيروس interstitial frequently. اوكي, هاي الالفيولا الالفيولس وهذا بداخلها وهذا الانترستيشن. This is a feature of viral pneumonia. الانفلونزا فيروس either influenza A virus, B virus, C. 1915 1918 pan endemic, جائحة صارت مثل شلون هسه جائحة كورونا. جائحة صارت اسمها انفلونزا تايب A. تايب A. Okay, has mutated throughout history. صار بيها mutations. Okay, many strains, عتر سلالات مختلفة مثلها avian طيور, swine الخنازير إلى آخره. خلال هذه الفترة خلال التاريخ يعني تغيرت وأظهرت سلالات جديدة, منها سلالات الطيور, إنفلونزا الطيور, إنفلونزا الخنازير إلى آخره. الأي البي ان سي تصيب الاطفال children. Exact strains can be identified by PCR. يعني ممكن ان تشخص السترين المضبوط, السلالة المضبوطة بمن؟ بوليميريز chain reaction PCR. هنا اكس راي شوفنا للفيرال انفلونزا, نشوف فقط الانفلتراتيف الانفلتريشنز اللي هي مو واضحه مثل البكتيريال نيمونيا الكونسوليديشن كلش واضح. لا انفلتراتيف, هذا انفلتراتيف نيمونيا. نجي للسارس. هو type of pneumonia بس شنو؟ severe acute respiratory syndrome.
سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم. يا اللي يسببها اول واحد يسببه كورونا فيروس. كورونا فيروس 2002 اللي هو صار بالصين اوت بريك تشاينا اوت بريك سبريد شيف لوين ان اسيا يعني فقط ما صارت جائحة وإنما صار أوت بريك وباء شبه محلي إقليمي مو جائحة عالمية بانديميك أوكي لايك موس أذر نان بكتيريال نيمونيا كونفيرمد باي بي سي آر أيضا البي سي آر هو اللي يشخص لنا العترة أو السلالة لايك موس فيرال نيمونياز يصيب الانترستيشيوم ترستيشيوم انفكتريتد يعني بين الالفيولاي بعد يعني بين الخلايا some giant cells often present مثل بقية الفيرال نيمونياز هذا الفيتشرز مال الكورونا فيروس شنو بس يا نوع السارس اللي هو يسوي سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم واللي حصل بال 2002 الصين وهذا النموذج مالته صايره هيك اوباسيتي هاي اللنك رايت لنك تقريبا كلها اوباسيفايد بالانفلتريشن ويل انفلتريتد وهذا هاي تايب هذا السارس وهذا الفيروس هذا الفيروس يفور فيروس وتاجي بالضبط متوج بهذه زين السبايكس هذا السبايكس هذا هو الفيروس السارس اللي هو كورونا فيروس في الحقيقة نجي للنوزوكوميال شنو الإصابات في المستشفى النيمونيا اللي تحصل في المستشفى acquired in hospitals called hospital acquired versus community acquired ذاك من المجتمع وهذا من النوزوكوميال منين من hospital وين دائما المرضى المتأخرين بالمرض النايمين بالفراش صار لهم debilitation يعني كتابوليزم عمليات هدم كبيرة صايرة أو عندهم سوندات كاثيترز مثلا مال إدرار مزمنة باقية فنتيليترز مثلا سوندة اللي هي تيوبز مالت الاندوكتراكيال تيوبز وباقية هواية هاي كلها تعرض المريض المن للنوزوكوميال أن تجيه انفكشنز من المستشفى يسمونه هوسبيتال اكوايرد انفكشن والبكتيريا المتهمة هي ثلاث أنواع رئيسية انتروباكتر سيوديموناس وستافيلوكوكس خاصة المرسى انتروباكتر سيوديموناس والستافيلوكوكس ستاف يا هو ستاف يا نوع ميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس اوكي ذني هن اللي سوينا نيزوكوميال انفكشن طبعا اكثر شيء عندنا الستاف عنه هواية انتروباكتر ايضا موجود مرسى يعني ميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس اوكي اذر كومن كوزز اوف نيزوكوميال نيمونياز بعد سيدوموناس ايروجينوزا اي كليبسيلا ايكولاي يعني شنو ايكولاي ستريبتوكوكس نيمونيا هيموفيلس انفلونزا يعني كلهم سبب لنا ايضا شنو نيزوكوميال انفكشن اوكي نجي للاسبيريشن نيمونيا اسبيريشن قلنا اسبيريشن يعني عمليه شفط السوائل وامتصاصها من التي تمر بالمريء عبر الفتحه الفؤاديه من المعده الحامضيه الى المريء بعد ذلك وين تسحب بالرئه خاصه وين عندما يكون المريض ان انكونشس يعني شنو يعني ما واعي هذا المريض الرفلكس مالته يروح مال الكف يصير فقط مثل السيفونة اوكي patient in the prolonged bed rest واذا مو بس ما واعي حتى اذا واعي ولكنه bedridden patient ما يقدر ضعيف البنية بعد lack of ability to swallow or gag وما عنده gag reflex او بلع قدرة البلع ما عنده قدرة البلع بعد usually caused by aspiration of gastric content محتويات المعدة posterior loop
الجرافيتي ديبند موست كومونلي انفولد عادة البوستيريور لوبس الخلفية، الفصوص الخلفية من الرئتين اللي هي موست ديبندنت يعني للأسفل، دائما هناك يتجمع السوائل، يعني سوائل على طريقة السيفون يأتي من الأعلى للأسفل، فهو يصير في اللوبز الأسفل. Especially the superior segment of the lower loop. خاصة شنو؟ Superior segment of lower loop. Okay. هذا الأسبيريشن نيمونيا يصير. Often leads to abscess. وبعدين نتيجة يصير خراج، يصير نكروسيس، وتجي بكتيريا هنا يسوي لنا abscess. هذا نموذج من النيمونيا هنا اللي هي شنو؟ هذا اسبريشن، وقلنا هذا يصير نسميها ماندلسن، ماندلسن سيندروم اللي هو كيميكال نيمونايتس او كيميكال نيمونيا بسبب الاسبريشن. هذا شايفين هذا هنا اللوبس بوستيريور لوبس يصير كلها انفلتريتد. نجي للنج ابسيسس، قلنا واحدة من الاسباب هي الاسبريشن وبعدين يصير ابسيس، اور سبتيك امبولازيشن امبولس جاية بالشريان بالارتري يعني بالمنري ارتري لكنها سبتيك بكتيريال بيها بيها باص مثلا يسمونها سبتيك امبولس، اور بالنيوبلازما نيوبليجيا بالكانسر مثلا وكومبليكيتد يجي كومبليكيتد باي انفكشن وصار شنو ابسيس، or from neighboring structures من التراكيب القريبة الجارة مثل من الإزوفيغس من السباين من البلورة من الدايفرام ذن كله وين يسوي لنا يروح للنج يسوي لنج أبسس. أوكي any pneumonia which is severe and destructive and untreated enough كل النيمونيا severe destructive and treated enough شنو lead to abscess. وهذا هنا الابسس فورميشن، هذا البص نيكروتيك تيشو وبص. اوكي هاي باللنج. نجي للكرونيك نيمونيا. Chronic pneumonia usually not persistent of the community or nosocomial, but can be at least histologically. يعني chronic pneumonia مو معناها اللي هي nosocomial استمرت وصارت أو bacterial infection لا. Often seminomas with that four classical fungal. خاصة بال chronic يعني أكو شنو أكو عادة granuloma. نسيج حبيبي الكترونيك نسيج حبيبي جرانيوميتس وذولي بالجرانيوميتس يصير اللي هو فانجل انفكشن يصير جرانيوميتس كلاسيكال بولمنر انفكشنز تي بي والهيستوبلازما وبلاستو مايكوسيس وكوكويدو امسيس. يعني بالاضافه الى التي بي شنو أكو systemic fungal infections. If you see pulmonary granulomas, think of what? Chronic. إذا شفنا granuloma دائما نفكر chronic, often years. Okay. هذه chronic pneumonias اللي هي مثلا tuberculosis. شوفوا هذا التي بي باسيلا. أكو هنا باسيلس وايتي. وهذا الصبغة يسمونها ملكيتي جرين. هيستوبلازموسيس هذا نموذج الهيستوبلازموسيس اللي هو فانجاي. اوكي هيستوبلازموسيس بلاستومايكوسيس اجين هذا بلاستومايكوسيس هذا صبغتين يعني في نوعين من الصبغ يسمونه بلاستومايكوسيس. كوكوكويدو ايميتيس اللي هو الايجنت يسمونه كوكوكويدو مايكوسيس. هذا شايفين شايف هذا كوكوكويدو مايكوسيس. اوكي ذني الأربعة هن شو يسوون؟ فانجل زائد التي بي لأن ثلاثة فانجل لأن ثلاثة شنو فانجل
وهذا تي بي شو يصير؟ هاي يصير كرونيك نيمونيا، يصير كرونيك الهيستوبلازموسيس اللي وحدها اللي هي سبورز، سبورات مال الطيور أو بات دروبينز، إفرازات الطيور، أوكي، بها سبورات فرية تشبه التي بي أصلاً من تسوي الفاكشن. زين، هذا هيستوبلازما، الأورغانيزم اسمه هيستوبلازما كابسولاتم، هيستوبلازما كابسولاتم. شو يسوي لي جرانيلوماز؟ أنسجة حبيبية وين؟ لارج تايب كالسيفايد وتتكلس وين؟ بالرئة. تايني أورغانيزم ليف إن ماكروفيج، أصلاً يصير شنو؟ إنترا ماكروفيج باراسايت. زين، بالأوهايو والميسيسيبي فالي في دلتا الميسيسيبي، من يدري أدر أورغانز كان بي شنو أفكتد؟ هذا الهستوبلازم هو سيستميك فنجل انفكشن، وهذا الهستوبلازموسيس. وبهالشكل هذا هي عبارة عن شجرة، هذا وثمار الشجرة، ولكنها شجرة ثمار يعني ثمار مرة مرضية. اوكي، هذا الهستوبلازما، هذا الشكل هستوبلازما كبسولاتم. البلاستومايكوسيس هم سبورز ولكن موجودة بالتربة، دي هي موجودة الهستوبلازما بفرازات الطيور وخاصة الحمامات موجودة بالتربة، تمثل التي بي ايضا بالجرانيلوما مثل بقية الجرانيلوما تسلم ديزيزيز. الكوز بلاستومايسيس ديرماتايدس، هذا الاورجانيزم، هذا الاورجانيزم بلاستومايسيس ديرماتايدس بالمنري جلانوما سوي او في لارج اند كالسيفايد، ايضا كبيره ومتكلسه، لارج اسفيريولز لارج ذان كوكوكويدو، يعني هاي الاسفيريولز مالتها الكريات اكبر من الكوكويدو اللي شفناها قلنا بالميكروسكوب. اوهايو ميسيسيبي فالي والبحيرات العظيمه جريت ليكس وورد وايد بالعالم كله. ماني اذر اورجانز كان بي افكتد سبيشالي السكن، ذلك يسميها شنو؟ ديرماتايدس، ديرماتايدس لان السكن ايضا يصاب بها. وهاي هي اكبر من الكوكويدس، الاستومايكوسيس اكبر، شوفوها اكبر من الكوكويدس. وهذا الانفكشن اللنج انفكشن من اكس راي الشكل هذا. نجي للكوكويدو مايكوسيس، سبورز ان سويل، مايمك تي بي، ايضا كلهن يشبهن التي بي. الكوز مالته كوكويدس اميتس بولمنر جرانيلوما لارج كالسيفايد سمولر سفيريولز ذان بلاستومايكوسيس، تايني اورجانيزم ليف بداخل المايكروفيتش. زين، امريكان بالساوث ويست، ساوث ويست الجنوب الغربي لامريكا. ماني اذر اورجانز اجين كان بي افكتد، هاي الجرانيلوما، هذا شنو؟ هاي جرانيلوما، هاي شنو؟ جرانيلوما. زين، وهذا يشابه هن الحقيقة ان شخص الاورجانزم ونشوف حجمه والمورفولوجي مالته ونقرر، لكنه التي بي يختلف على انه شنو جرانيلوما، ولكن شنو متجبن كازييتنج جرانيلوما. اوكي، كومبرومايز هوست اللي هم الناس اللي مناعتهم قليلة يصير عندهم نيمو سيستايتس، نيموسيستيك كاريني، وفيلي بروتوزور نيموسيستيك كاريني، وسايتوميجالو فيروس وفنجاي، ذا اللي اصابت من هاي النيمونياز اللي يصير شنو بمن؟ بال compromised host اللي هو شنو؟ مكبوح المناعة، مكبوح المناعة. نجي إلى أنواع أخرى لاحق نتكلم عنها، يعني
نيموسيستس كاريني، خلينا الآن نرجع نيموسيستيك نيمونيا، يسمونها نيمو سيستيك نيمونيا. هاي النيمونيا هنا شوفوها، وهذا مو صافي هاي اللانك، وهذا هنا مشمول النيمونيا. هنا ايضا عندنا اوباسيتيز، ديفرنت اوباسيتيز ان ذا لانج، والكوز مالتها اللي هو شنو؟ نيموسيستيك كاريني، وهذا اللي نوع من البروتوزوال ديزيز باراسايت. وهاي اللانج هيك صايره نيموسيستيك كاريني. قلنا وين يصير النيموسيستيك كاريني؟ بالإيمون كومبرومايز بيشنت. وهاي الستين مال النيموسيستيك كاريني هنا يسمونها ميثيلامين سيلفر ستين. هاي تطلع هاي الأورجانيزم، شوفوها الأورجانيزم ستينز هنا شكل، شوفوها هاي هنا بالأنفولا على شكل وولي متناثر. شوف بعدين